ولسه التغطيه الرائعه مستمره، وهنروح لزمايلنا الكبار احمد سمير وساره محسن، ومعاهم ضيوفهم الكرام العميد محمد مرجان والدكتور محمد شوقي، ولسه الفرحه مستمره. قد ايه المشوار دوت؟ مبروك لكل الأهلاوية من القلعة الحمراء من داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة، مع حضراتكم بنحتفل. الحقيقة الفرحة والاحتفالات هنا أصعب بكتير جدا من أنا أوصفها بالكلام. مبروك على بطولة غالية جدا ومشوار بالتأكيد لم يكن سهلا على الإطلاق. مبروك للأبطال، مبروك لإدارة النادي الأهلي، مبروك لأعظم جمهور في الكون اللي وقف في ظهر فرقته وساندها في أصعب الأوقات. يمكن ما كناش في أحسن مستوياتنا، لكننا الحقيقة الأحق والأقدر بتحقيق البطولة السنة دي. الحقيقة رجالة الأهلي كانوا على قدر المسؤولية وقدروا يحققوا حلم النجمة التاسعة. مشوار طويل جدا، مشوار صعب جدا من أول ما ابتدينا البطولة دي الحقيقة، ورجالة الأهلي عندهم إصرار كبير جدا على تحقيقها في مشوار يمكن استمر، مش هقول بس على مدار الموسم الحالي، على مدار 7 مواسم كان الأهلي بيحلم بتحقيق بطولة أفريقيا، والحمد لله السنة دي قدرنا نحققها. ويمكن البطولة السنة دي تكون الأغلى والأصعب لأسباب كتيرة جدا هنتكلم فيها، وهنحتفل مع حضراتكم طبعا مع إدارة النادي الأهلي ومع نجوم النادي الأهلي النهارده سهرة مستمرة على مدار اليوم. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، ألف مبروك ليك، ألف مبروك علينا كلنا، مليون مبروك لحضراتكم، مليون مبروك ل 80 مليون أهلاوي ويمكن أكتر شوية. مبروك علشان الأهلي بطل أفريقيا عن جدارة واستحقاق. الأهلي يحلق في سماء الكرة الإفريقية منفردا ب9 بطولات في أفريقيا. الحقيقة 90 دقيقة من القلق ومشاعر كتير، وكلنا بنقول يا رب. لو قلت لحضراتكم على الأجواء الاحتفالية هنا في مقر النادي بالجزيرة، يعني للناس في قمة الفرحة. امبارح جمهور النادي الأهلي يمكن ما نمش من القلق، بس النهاردة مش هينام من الفرحة، والحمد لله إن مجهود موسم طويل جدا بيكلل بنجاح كبير، وهي ان الاميره السمراء ترجع لنا مره ثانيه. هنحتفل على مدار اليوم طبعا، ومعانا اكيد ضيوف كتير، وهنبدا مع حضراتكم طبعا بالعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. منورنا يا فندم والف مبروك. طبعا وطبعا دكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه بالنادي الاهلي. اهلا اهلا بيك يا دكتور، شرفنا يا فندم، ربنا. انا بيتهيالي انه في اللحظه اللي احنا بنعيشها دي، وفي وسط المشاعر والاحاسيس اللي مفرحه الملايين، بتنسى كل لحظات التعب وبتنسى كل المواقف الصعبه اللي عدت عليك على مدار السيزون، وبيتهيالي وما اكثرها. يعني بيتهيالي ان احنا السيزون ده يمكن يكون استثنائي، سواء من حيث المشاكل والعقبات اللي قابلت الفرقه، سواء من حيث التوقف بسبب كورونا، سواء من حيث صعوبه المنافسه. سياده العميد، احساسك ايه النهارده وكل الملايين في كل مكان بيحتفلوا ببطوله افريقيا؟ شوف، هو الاحساس لا يوصف. يعني الاحساس مش هقدر اقول اللي جوايا، ولكن انا عايز اقول حاجه. لازم ابارك طبعا نمره واحد لجمهور النادي الاهلي، يعني الف مبروك عليهم. حلم بقاله اكتر من 7 سنين، الحمد لله 9 رجعت. ايوه الدرجات ده هيزيد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. لازم ابارك لمجلس اداره النادي الاهلي لانه متعبه جدا 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 جدا. ابارك لجهاز الكوره والجهاز الفني، اعضاء الجمعيه العموميه، وابارك لكل العاملين في النادي وكل زمايلي. وببارك بقى مباركه خاصه جدا 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 من قلبي ومن غير اي حاجه خالص لكابتن محمود الخطيب. اكيد. بس شوف، احنا انت بتقول ظروف استثنائيه، هو مش موسم، احنا بقى لنا 3 سنين من يوم اما المجلس استلم، كابتن محمود الخطيب استلم رئاسه النادي بمجلسه استثنائي، بقى لنا 3 سنين في ظروف استثنائيه. يمكن ما حدش اتكلم، ما حدش، ده النادي الاهلي اتعودنا على كده. انا كنت بقول دايما انه يمكن واحده من اكثر السياسات اللي بتاكد على نجاح المنظومه في وفريق العمل في النادي الاهلي هو ان الردود بتكون افعال وليست اقوال. شوف، النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، ده درس لينا مجلس اداره، لاعضاء جمعيه عموميه، لجمهور، لشباب اللي قاعدين حوالينا اللي فرحانين. درس كابتن محمود الخطيب عمال من اول يوم بيقول،
ولا هنفرح قوي في المكسب عشان ما نزعلش قوي في الخساره. أيوة. ولكن احنا لازم نمشي، احنا دورنا ايه، احنا عايزين نعمل ايه، عايزين نتكلم ولا عايزين نشتغل، عايز تاخد بطوله وتربي اجيال يبقى عندها مبادئ وعندها اخلاق، ولا عايز تاخد بطوله وخلاص. في فرق يعني، انت عندك مسؤوليات كتير جدا جدا جدا. الهدف الاساسي لينا، الهدف الاساسي لمجلس الاداره والهدف الاساسي لكابتن محمود الخطيب، ازاي نعيد حلم جمهور النادي الاهلي افريقيا. دفعنا ثمنه غالي كتير جدا. انت ثلاث سنين خسرنا اول سنه، خسرنا ثاني سنه، السنه الثالثه دي كانت يعني الحمد لله رب العالمين، هرجع اقول ثاني دي فضل ربنا سبحانه وتعالى ونعمته ودرس للناس. عشان كده بقول للناس دايما يعني خلي عندكم ثقه في الله، خلي عندكم ثقه في الناس اللي موجوده، انتوا معاكم ناس الحمد لله رب العالمين محترمه بتشتغل لحب واخلاص للنادي فقط لا غير، بدون كلام. عمرنا ما بنطلع نهاجم، عمرك ما شفت كابتن محمود خطيب مثلا خسرنا بنفضل نتهاجم نتهاجم ويبقى ايوه كابتن خطيب هو خسرنا كسبنا بنتهاجم يا كابتن لا الحمد لله يعني احنا حتى خلينا نتكلم احنا بنكسب شويه وبعد كده بترجع يعني هذه، فخلينا احنا نتكلم النهارده. هو درس، انا ده اللي انا بقوله للناس كلها، هو درس الصبر والشغل والاجتهاد والعمل ده ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك عليه. النهارده مكسبنا ده فضل الله سبحانه وتعالى. بقول تاني الف مبروك ليهم، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، هارد لك لجمهور الزمالك، هارد لك فريق الزمالك الرياضيه النهارده ولعب جيم كويس. المكسب الاساسي برضو اللي مصر كسبان النهارده اول فرقتين نهائي دوري ابطال افريقيا فرقتين مصريين اكيد، دي برضو احساس تاني خالص طبعا وليها طعم تاني خالص اكيد طبعا، وقوه غير ما بعدها قوه. سيبك بقى احنا بس في الاخر الاهلي والزمالك لازم نعرف كل حاجه بقيمتها. النهارده في 80 مليون او اذا كان اكتر غير الدول العربيه غير القصه دي كلها أكيد. دي قيمه النادي الاهلي الحقيقيه، دي قيمه دايما الكلمه اللي كابتن محمود خطيب بيقولها، التاريخ المبادئ والتطوير هو دي. فالنهارده شوف انت تعثرت كم مره وكسبت الحمد لله رب العالمين، برده كانت بس الدوري احنا كنا بنكسب الدوري، كنا بنكسب رغم ان الدوري كانت مسابقه برده صعبه جدا، لكن دايما احنا كان عينينا على افريقيا. فالحمد لله رب العالمين الاداره بتتحرك كويس، في لجنه تخطيط بشكل كويس، في كل في ناس ما انتوا ما تعرفوهاش، ويمكن انا بس يعني فضل عن انا قاعد دلوقتي هنا، لكن في ناس بيتعبوا جامد جدا 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 عشان خاطر نكسب البطوله دي. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. دكتور محمد، يمكن موسم استثنائي دايما بنقول كده وطويل، وفيروس كورونا وتداعيات فيروس كورونا واصابات كتير، ازاي قدرتوا تواجهوا التحديات دي على مدار موسم طويل زي ده؟ والله الحمد لله احنا يعني انا قلتها قبل كده في قناه النادي لما كنا في المغرب، احنا وقت الاصابات وقت مشكله الكورونا لما ابتدت وكان في توقف للنشاط الرياضي، احنا الحقيقه يمكن النادي الوحيد، مش عايز اقول او اكتر نادي كان متحسب لعوده الانشطه الرياضيه. حضرتك ما تتخيليش تعليمات رئيس النادي كانت شكلها ايه قبل ما نبتدي، التنسيق مع الاداره التنفيذيه طول الوقت على الثلاث على المقر والفرعين. كنا عاملين استعدادات شديده جدا، اللي الناس شافته هو اللي بيخص الاعضاء الجمعيه العموميه. احنا الى اليوم ما زلنا بنعاني كل يوم، محدش حاسس بحاجه خالص في التنسيق مع النشاط الرياضي لما بيحصل اصابات، وفي التنسيق وازاي تقدري حضرتك تعزلي هذه الحالات عشان ما تضرش حد تاني، وعلاجهم وبعدين متابعتهم بعد كده. هو فعلا زي ما حضرتك تفضلتي هو موسم مشوار افريقيا كمان دكتور محمد، اعتقد يعني في صعوبات وسفر ودول عندها مشاكل كثيره جدا من ناحيه مشوار افريقيا الحقيقه. أيوة. يعني اذا كنت انا حتى كان بتكليف من رئيس النادي ان انا باشرف او بشوف، لكن مش عايز ادعي شرف، انا مش انا الحقيقه جهاز الكوره، لو بنتكلم على بطوله افريقيا جهاز الكوره وجهاز طبي لفريق كرة القدم الحقيقة قاموا بدور من أفضل ما يمكن. يعني حتى أنا لما كنت بسافر معهم أو دلوقتي أو لما كان في تحاليل بنعمل أو الكلام ده كله، بمنتهى الأمانة ما كنتش بضيف حاجة، يعني كنت ليا ملاحظات بسيطة، لكن هم قايمين بدور مش عايز أقول جبار. وكان في مساعدين زي ما محمد بيت تفضل دلوقتي، في ناس ظاهرين، يعني احنا نقول جهاز الطبي الكرة الدكتور، في ناس كوادر تانية قايمة بأدوار مهولة، في ناس بتعقم كل فاين ديتيل، كل تفصيلة بسيطة. الأوض قبل ما بندخلها أو قبل ما اللعيبة تدخل الأوض تعقم، أنا بتكلم في المعسكرات الخارجية. حضرتك عارفة فريق الكورة عنده معسكرات قد إيه، السفريات. أيوة نبي حضرتك تركزي على موضوع المعسكرات الخارجية عشان أنا يعني بنجهز من دلوقتي بنحضر لكأس العالم للأندية إن شاء الله. يعني
ده حلم يعني طبعا احنا فرحانين جدا جماهير الاهلي بالنسبه لهم دوري الابطال حاجه في حته ثانيه خالص بطوله غير لكن برضو كاس عالم انديه ومشاركتنا فيه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي حاجه مهمه ونتمنى السكواد ان شاء الله يبقى في احسن حاله ويبقى جاهز كله ان شاء الله كل اسماء تكون حاضره ان شاء الله كاس العالم في الانديه هيكون من انجح ما يمكن وهيكون ان شاء الله للنادي الاهلي تجربه هايله لانه هيكون كمان في المدينه اللي هيقام فيها او في الدوله اللي هيقام فيها كاس العالم القادم وهتبقى كاس العالم الانديه في مدينه الدوحه مدينه جميله جدا وان شاء الله هيلقوا فيها يعني افضل ترحاب يعني ان شاء الله هتكون تجربه طيبه وان شاء الله يكون لنا مركز باذن الله زي ما تعودنا في قبل كده في 2006 مركز ثالث باذن الله نبقى نحتفل كمان قريب بكاس العالم للانديه. وخليني ارجع لحضرتك سياده العميد محمد، كنت لسه بتتكلم على كابتن الخطيب وقد ايه كان داعم جدا للفريق الاول في كل لحظه، ويعني راجل تحمل كتير قوي سودان وراح جنوب افريقيا وراح، كان دايما داعم للفريق طبعا. بس مش الفريق بس والله، انا بيبقى دعم لكله، دعم نشاط رياضي ودعم للفريق ودعم للاعضاء ودعم للانشاءات. لا بس انا هقول لك حاجه وده احساس مشجع سياده العميد، يعني طبعا كابتن محمود الخطيب بيقوم بمهام عمله كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي، لكن احساسي بكابتن محمود الخطيب الايقونه والرمز والنجم في اهتمامه شويه بتحقيق النجمه التاسعه كانت يعني كان فيها حته مختلفه، مش بس كرئيس مجلس اداره لكن كمان كرمز وكداعم للتيم، وكان واحد طبعا حقيقه بيقوم بمجهودات كبيره جدا في وقت من الاوقات تشوف انه مش مطلوب منك ده في التوقيت ده، لكن الحقيقه كابتن الخطيب ما كانش بيتاخر. لا كابتن محمود طبعا يعني انت تتعلم منه، هو دؤوب جدا في شغله وحريص جدا على شغله واخلاقه عاليه قوي خلاص، فهو بيتابع ده، هو حلم حياته كان ده حلم حياته يحقق حلم نجمة التاسعة حلم الجمهور. هو عايز يعمل حاجة للجمهور النادي الأهلي، عايز يعمل حاجة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، مش عايز يعمل حاجة لكابتن محمود الخطيب. أنا آسف يعني كابتن محمود الخطيب ده بيبو يعني ده كلنا كنا بنحلم نتصور معاه، فهو عايز يحقق حلم الجمهور. كابتن حسن حمدي عمل ده، كابتن صالح سليم، فأنت النهاردة عايز يبقى أنت برضه نفس القصة حقق حلم جماهيرك. أنت بتقول النهاردة البطولة الأسعد على قلب جمهور النادي الاهلي كلها كسافر كاس العالم، فدي التاسعه النهارده اللي الناس كلها كانت بتحلم بيها. صحيح. تعثرت يمكن والتاسعه كانت متعثره جدا فكانت صعبه عشان كده فرحتها مختلفه. ومع كامل احترامي وتقديري انتوا لا يمكن تعرفوا خطيب، انا احنا بنقول خطيب عشان هو الخطيب. كابتن محمود احنا بقى عاشرناه، احنا يعني الراجل ده قاعد معاه طول الوقت وعارف كل، واحنا شايفينه طول الوقت وعندنا اتصالات طول الوقت وبنسافر مع بعض، ما تتخيلش الراجل ده كان بيعاني الفترة الأخيرة شكلها معاناة شكلها يعني الحمد لله فضل من الله النهارده. لا بس أنا دايما يعني برضو يعني بيتهيألي كل أهلاوية يعني اللي أنا الإحساس اللي أنا بحسه لما الأهلي بحس إنه في حالة استهداف سواء في شخص كابتن خطيب بصفته رمز من رموز النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي أو الجهاز الفني أو الإدارة عموما في النادي الأهلي في أوقات كتيرة جدا. يعني على سبيل المثال الحصر يعني تعاقد الاهلي مع فايلر حاله هجوم كاسح، تعاقد الاهلي مع موسيماني حاله هجوم كاسح، الاهلي بيفوز بالدوري حاله هجوم كاسح. خدت بالك من الكلام اللي انا قلته في الاول؟ هو ده اللي انا بقوله، ده درس لشبابنا، درس لجمهورنا، درس لينا، بلاش نستعجل، بلاش نحكم. ده كابتن الخطيب، ده كابتن حسن حمدي، ده كابتن صالح سليم في ادارته للمواقف، في ادارته لترابيزه مجلس الاداره. بلاش دايما نستعجل ونمشي ورا الناس. فانتوا يا شباب دايما هو حتى يقول الكلمه يا شباب اهدوا، احنا بنختار، واما بتيجي تختار انت ما تعرفش كم المعاناه اللي بيتم عشان نختار مدير فني او عشان نختار مدرب او عشان نختار مدير نادي او عشان يعني اي حد. لا في كم الناس فاكراها سهله. لا قد ايه المرحله دي كانت صعبه يا فندم وقت مع فايلر خلاص مشي وكان في بقى لازم نختار مدير فني في وقت صعب وحاسم؟ شوف هي الحمد لله تم ادارتها بحكمه جدا جدا جدا، ادارتها بهدوء جدا من خلال لجنه التخطيط من خلال الكابتن لغايه لما النهارده الحلم ايه؟ افريقيا. كان في اكتر من مدرب، في اكتر من مدرب جاهزين يوصلوا وجاهزين يجوا وجاهزين يتعاقدوا مع النادي الاهلي خلاص. لكن يمكن هقول يعني فضل برضه نعمه عند ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا نتعاقد مع موسيماني. اولا موسيماني ده ليه حاجات كتير جدا يعني الحمد لله حققنا الهدف الاول منه افريقيا وبطوله افريقيا وكسبنا افريقيا، لكن انت دخلت النادي الاهلي قدر اللي هو يدخل مصر ويعيدها تاني في قلب افريقيا بالرياضه. انت شوف قد ايه النهارده متابعينك جوه افريقيا طبعا النهارده في مشاكل كتير جدا جدا
جدا جدا ممكن تتحل بالرياضه، حب الناس. انت عندك مشكله في اثيوبيا، عندك مشكله في اي حاجه، النهارده جزء من 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 حب وشعبيه الشعوب الافريقيه لمصر يسهل لك امور كتير. ما كانش بس السياسه، ما كانش كان فعلا. كان في تاثير كبير جدا للرياضه والنجوم الرياضه المصريين ساهموا بشكل كبير في ان يكون في ارتباط ده تعب بقى لربنا سبحانه وتعالى. اما انت تبقى نيتها خالصه وبتفكر صح، ربنا سبحانه وتعالى يديك الحاجه اللي هي فعلا. يعني انت النهارده موسيماني كاس افريقيا كرياضه، مصر ودورها في القاره الافريقيه، استثمار ازاي هتستثمر الفتره اللي جايه في افريقيا وتنمي موارد النادي الاهلي. يعني انت اكتر من حاجه مع ان شاء الله باذن الله، يا ربنا يعني يثبته كمان. احنا عندنا كاس مصر وان شاء الله باذن الله باذن الله اهلاوي، وعندنا سوبر الافريقي ان شاء الله باذن الله اهلاوي. فانت لا، هي في تعب، في مجهود، في نيه خالصه، في ترابيزه 11 عضو مجلس اداره مع رئيس النادي ملتزمين مجتهدين اتحملوا كتير قوي قوي قوي. من اصغر عضو مجلس اداره موجود لاكبر عضو مجلس اداره بيشتغلوا فعلا زي ما بنقول دايما بروح الفانيله الحمراء. هم تعبوا وتحملوا وكلنا اتحملنا، عشان كده يمكن النهارده دي انا بعتبرها هديه من ربنا سبحانه وتعالى ونعمه بالله. يعني احنا جايين وانت ماشي في الشارع، لسه كنا انا والدكتور بنتكلم، احنا ما شفناش الفرحه في الشارع المصري بالمنظر ده من زمان. اسمح لي اقول حاجه تعليقا على اللي حضرتك بتقولوه على اللي بيتحمله كابتن الخطيب والمجلس وكلام. النادي الاهلي بيتسم طول عمره بضبط النفس، يعني مفيش مفيش ردود افعال، يعترضوا على مدرب مفيش حاجه، ما بيطلعش كابتن محمود زي اخرين يوضح او يبرر او ضبط النفس، دول عمره موجود في النادي الاهلي، والنتيجه هي هو ده الرد. الردود فعلا بتكون افعال مش اقوال، زي ما حضرتك تفضلت الصوره بتساوي 1000 كلمه اتعلمناها. لكن على فكره ضبط النفس ده مش سهل ابدا. بس رجال النادي الاهلي دائما بيتسموا بيه، انك تتحمل وتسمع وكلام مش لطيف و و و وتضبط النفس انك انت ما تردش، بس ترد في الوقت المناسب بالافعال. صحيح. يمكن الهجوم ده بيبقى متعود عليه اي كيان كبير، اي كيان متعود على الانجازات والبطولات، ولكن هل ممكن نقول ان الموسم ده كان الهجوم زياده شويه؟ منظم. منظم صح؟ ومنهج. 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 خلينا برضو انت مش هتبص لها من الناحيه دي. ليه؟ انت دايما بترمي ده ورا ظهرك بتشتغلي بس. خلينا نقول انا دايما، خلي بالك بنقولها دايما، انا بستفيد من اللي بيهاجم على فكره. بس باخد، طالما انت بتنقد وبتنقد في حدود الادب وفي حدود الاحترام انا موافق. ليه؟ انا على مستوى الاداره التنفيذيه، على مستوى التدريب، على مستوى كابتن محمود بيعمل نفس القصه. طالما بتنقد على مستوى الركو وبتحب النادي الاهلي فعلا، لا بالعكس بناخد منك الكلمه وبناخد طبعًا منك المعلومه وبناخد دور ومشارك في القرار، وبيبقى ناس سعداء جدا اللي هي مشاركه في القرار. طبعًا. لكن طبعا الحاجات الاخرى دي انت ما بتبصلهاش وما بتشوفهاش. صحيح. لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني بيعوضك بقى القصه دي كلها. فالحمد لله. يعني انا هرجع اقول تاني، بطوله النهارده دي درس لكل واحد وكل اهلاوي وكل واحد في الشارع المصري، اللي بيصبر، اللي بيتحمل، اللي بيشتغل، الاخلاق دايما بتنتصر في الاخر. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش حق حد بيتعب. انا عندي ثقه في اللي انا كنت راجل يعني شغال ضابط شرطه، كنا بنموت عشان الناس تعيش مفيش مشكله. والحمد لله رب العالمين قعدت موجود النهارده في النادي، واثق في بلدي جدا، واثق في قيادتي السياسيه جدا. لكل وقت وليه ظروفه. انا متاكد النهارده بدايه انطلاقه جديده، ويمكن كنا مع الوزير اشرف صبح امبارح، بدايه انطلاقه جديده للرياضه المصريه. اتمنى ده. خليني اقول لحضراتكم احنا النهارده في 2020 2 على 4، يعني الدوري خلاص، دوري الابطال خلاص، في خلال ايام بسيطه جدا عندنا بطولتين في منتهى الاهميه. وان شاء الله ان شاء الله الرباعيه تكون من نصيب النادي الاهلي. عندنا كاس مصر ان شاء الله لو وصلنا نهائي نلعب يوم 5 وان شاء الله نحقق البطوله، وعندنا يوم 10 سوبر افريقيا. وده خليني اسال دكتور محمد، انا كنت يمكن او احمد كده دخل بقى خلاص ده كده لبس النادي الاهلي خلاص انا لا احنا هنحتفل وهنفرح هنحتفل حد في صفحه دلوقتي. لا انا عايز بكره على بكره هو ده جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش يا فندم، ما بيشبعش خلاص. لا ده جمهور واعضائه كله. انت بتخلص مشروع بتفتحه يقول لك المشروع ده امتى؟ هو ده. انت كده احنا ماشيين مظبوط ماشيين صح، عشان كده دايما بنقول ولا بنفرح قوي ولا بنزعل قوي. صحيح. بس ده خليني اسال دكتور محمد برضو، انا كنت بتكلم من فتره على فكره انه احنا اوريدي السيزون اللي بيخلص ده سيزون طويل جدا يا دكتور محمد، بنتكلم في اكتر من سنه او 14 شهر ويمكن 15 كمان. وعندنا زي ما قلت كده في 12 ان شاء الله نلعب نهائي كاس مصر ونلعب كاس سوبر افريقيا وندخل على طول في سيزون جديد. انتوا كلجنه طبيه، وانا عارف طبعا انه الاهلي بالذات عشان بيلعب في بطولات كتيره جدا بيبقى الاصابات عنده والاجهاد عند اللعيبه، ازاي باصين
تلاحم المواسم وازاي باصين للبطولات اللي داخل فيها النادي الاهلي، خصوصا كمان انه المنتخبات الوطنيه وهي بتضم عدد كبير من لعيبه الاهلي عندها برضو سيزون عنيف جدا السنه دي. صحيح كمان. بس خليني يعني اسمح لي اقول لحضرتك ده تعودنا عليه، يعني فرق النادي الاهلي هو ده قدرها، احنا تعودنا على كده من سنين، تلاحم المواسم وعدم الاجازات و و و ده بقى مسؤوليه الاجهزه جهاز كل فريق سواء النشاط الرياضي، طبعا النشاط الرياضي اريح من الكوره ما عندوش التلاحم الشديد ده، لكن الكوره الحقيقه الله يكون في عونها. صحيح. ودي مسؤوليه الناس القائمين على كده، بيحطوا برامج رياضيه سواء بقى لاراحه العضلات وتنظيم الامور وطبعاً. عليهم مسؤوليه كبيره جدا، احيانا طبعا بعض الناس بتصاب باجهاد وعليهم برضو معالجتها، فاحنا معاهم زي ما قلت حضرتك ما بنتدخلش لكن بنشرف من بعيد عشان نشوف ان الامور ماشيه في يعني خطها الصحيح. لكن الحقيقه هو ده قدر فرق النادي الاهلي دائما في انها فرق بطولات، الفرق اللي بتريح وما عندهاش اجهاد اللي هي خسرت بطولات فقاعده ما بتلعبش، فربنا يديم علينا هذا الاجهاد وهذا التعب ومعد المسؤوليه دايما. الحمد لله بقول لك فانيله النادي الاهلي تقيله. صحيح قوي اللفظ ما تسمعه النادي الاهلي تقيله يعني. يا جماعه احنا قاعدين قدامكم واحنا جايين هنا من الاستاد عشان خاطر نطمن على الثلاث فروع، ومش هنروح غير اما نطمن على الناس تقيله تقيله، لان شايله فوقيها 80 90 مليون يا استاذ العميد. يعني انت بتتكلم المهم المسؤوليه، انت مسؤول المسؤوليه كبيره عشان ترضي الناس. ده طب دي كلمه مهمه جدا، انا حابب الكلمه دي جدا. انت قد المهمه دي قدامهم، انت قد المهمه قد المسؤوليه. انت لو بتلعب ومفيش ضغط جماهيري عليك مش هتبقى فارقه معاك تكسب تخسر، يعني ما يعني مفيش الحافز ومفيش الدافع ومفيش الضغط. النادي الاهلي تاريخه تقيل قوي حقيقي، يعني تاريخ النادي الاهلي باسمه تقيل وشرف لاي حد، واحنا ما بنقول الكلام ده والله ما بنقوله كلام عشان خاطر احنا فينا. واللي انا قلته امبارح بقوله وبكرره تاني النهارده، الاهلي بمن حضر الحمد لله. واي لاعب بيشيل تيشرت نادي الاهلي هو نجمه على قدر المسؤوليه، ودايما يفرحوا جماهيرهم. مبروك مره تانية، شرفتونا وان شاء الله باذن الله تستمر الاحتفالات ببطوله جايه قريب ان شاء الله. امين يا رب وتتوالى ان شاء الله. شكرا شكرا لحضراتكم، فقراتنا لسه مستمره مع حضراتكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع على طول.